موضوعنا لليوم هو سمنة الأطفال. كلنا بنعرف إنه أطفالنا أكثر ناس إحنا بنحبهم ومدير بالنا على صحتهم، مشان هيك كل ما ديرنا بالنا على صحتهم وهم صغار كل ما ضمننا إنهم يكبروا وما فيهم أمراض ومحافظين على وزنهم ومحافظين على صحتهم. مشان هيك سمنة الأطفال أكثر إشي منركز عليها لأنه عم تنتشر بطريقة كتير كبيرة بالمدارس وبالأطفال بالمرحلة اللي قبل ما يدخلوا المدارس في فترة الحضانة. مشان هيك كيف نقدر نخفف من هاي السمنة اللي قاعدة بتنتشر بطريقة كتير كبيرة وعم بتكون من أكتر الشغلات اللي عم نرفع الرد فلاج عليها وخايفين عليها؟ أول إشي بدنا نعمله لازم نقيم خزانة الإشي ذاك اللي موجودة بالبيت أو نحاول نخفف من الإشياء اللي فيها سكريات كتير جواتها، يعني الشوكولاتة، الشيبس، البسكوت، بلا ما يكون في عنا 3-4 أنواع من كل إشي منهم منحاول نخفف ونحط نوع واحد من كل إشي منهم. يعني هل هذا يعني إنه الولد ابني بصير يروح يفتح الخزانة وكل يوم يأكل شوكولاتة؟ لا، مش هذا اللي أنا بقصده. أنا اللي بقصده إنه ما بدنا نقطعه قدامهم عشان هو ما يصير عم بيأكله من ورانا، بس بنفس الوقت بدنا نوصله لقناعة إنه هذا الأوبشن اللي أنت موجود قدامك عندك اختيار تاني موجود بالتلاجة وحتحبه أكتر ومستفيد، وبنفس الوقت نقدر نضمن إنك أنت ما يزيد وزنك عليه. إيش الأوبشنز التاني اللي بيقدر يأكلها؟ بنقدر نطلع له أكتر من نوع من الفواكه، نجيب الصحن نقطعهم ونقول له يلا نرسم الكاركتر أو الشخصية اللي أنت جاي عبالك ياها. لما يرسم الشخصية اللي هو جاي عباله إياها يحط شوي فراولة وسنان كيوي والتم من تحت يحطه بردقانة، نضمن إنه هو حط الفواكه اللي هي زاكية ويصير يأكلها ومبسوط عليها. نخفف من العصائر المحلاة قد ما بنقدر، ما نشربهم مشروبات غازية، نطعميهم حليب مع الكورن فليكس أو مع الشوفان نكون مبسوطين، نعودهم على أكل الخضار الخيار والخس والفليفلة، هيك بنقدر نقلل من كمية السعرات الحرارية اللي هم عم بياخدوها، بنقلل من السمنة اللي هي ممكن تصيبهم لقدام، بنحافظ على صحتهم، وإحنا دايماً وكلنا موجودين لخدمتكم وصحة أولادكم. رمضان كريم عليكم، ديروا بالكم على أولادكم وصحتهم.